ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا اخوان الكرام؟ الاحوال ديالكم ان شاء الله تكونوا بخير، بسلام صحة والعافية. اليوم ان شاء الله غادي نخليو المعلومات جانبا وغادي نتحدث في واحد النقطة اللي هي مهمة خاصة بالتوقيت الصيفي او هذه الساعة الإضافية اللي داروها في المغرب. طبعا هذا الموضوع هذا غادي ندرج فيه، واسمحوا لي الاخوان اللي متابعينا من الدول الاخرى غادي نتحدث باللغة العربية بالدارجة، لان هذا الامر هذا يخص المغاربة فقط. هاد القضيه ديال الساعه بارك الله فيكم اللي داروها، يعني دارت واحد الضجه كبير وكل شيء ما قبلهاش، وجات في واحد هكا على الغفله وكذا. المهم هي عندها مصالح خاصه، شغلهم هذاك الدوله عندها مصالح خاصه بهاد الساعه الزايده، تبقى هذاك شغلهم، حنا ما تندخلوش داك الشيء. ولكن جوج حوايج اللي انا داروا لي شويه الضجيج، شنو هما جوج حوايج؟ هو الاب والتلميذ. يعني غادي نحسبوا هذه العمليه، غادي نهضروا عليها وهتشوفوا هذا الامر هذا راه غير مناسب، وخص الدوله خصها تحاول ما امكن انها تراجع هذا الامر هذه الساعه هذه، او تشوف شي حل لهاد التلاميذ. تخلي ساعه مزيان لانهم مع تسعود تيمشوا كاين نهار ما يخافوا والو. القضيه ديال العشيه حيت بيخرجوا حيت 6، راه 6 هي الخمسه القديمه، يعني بحال بحال، وحنا تخرجوا مع 6، يعني راه الا جينا نحسبوا راه 7 هذيك، يعني في العشيه راه عندنا مصلحه، في الصباح عندنا مصلحه، ولكن في وسط النهار راه ما كايناش مصلحه. علاش؟ لان هذا التلميذ هذا اللي هادي دخل مع 9 وهادي خرج مع الوحده ويدخل مع الجوج، راه ماشي نورمال. يعني ساعه شنو؟ يعني هو تيقرا حتى الوحده، من الوحده تيوصل للدار ربما 20 دقيقه ولا 15 دقيقه، خصو يدخل خصو يتغدى، ما يرتاح، ما يرد الحيويه ديالو، ما يتنفس، ما والو، ما يمشي بيت الماء، ما يمشي، يعني ما عنده من تما 45 دقيقه خصو يخرج من الدار باش يوصل للمدرسه مع الجوج. هو خدام، يعني عنده من 9، راه ما تحسبوش ديك الساعه، ديك الساعه راه تيخدم فيها، يعني من 12 حتى للجوج، حتى للجوج، من الوحده حتى للجوج راه تيخدم فيها، يعني عنده من 9 حتى ل 6 كونتيني تما، وهذه ما خداماش. يعني لو عطيتو ساعتين مزيان، على الاقل ساعه هذه ينعس فيها ولا يرتاح فيها ولا يرجع فيها ولا علم الله اش يدير فيها. المهم على اين هذه نقطه رقم واحد. نقطه رقم جوج، هاد الاب مسكين اللي تيدي ولده مع 8 المدرسه ومن تما تيمشي للخدمه، تيقول انا مثلا الاب ساكن هنا وكاين واحد كيلومتر ولا 2 كيلومتر باش يوصل ولده بالموتور ولا بالطوموبيل، ومن تما هو يروح للخدمه ديالها، ومن تما حيت الشركه تيخدمو 8 8 ونص، تيقول واحد ولدي مع 8 تيتسد الباب وانا نمشي هذيك الساعه، عندي 10 دقائق 20 دقيقه انا نوصل للخدمه ديالي. فاذا بهذا السيد هذا اللي تيخدم مع اللي تيخدم مع 8 وولدو تيقرا مع 9، كيفاش يجرمو يخرج من الام ديالهم واحد المسؤوليه اللي هي بيت تضرب واحد 3 كيلومتر، هي ما خلات شغالات في الدار، هي ما خلات ولاد في الدار، ما خلات عندها بيجو في الدار، ربما عنده مو زعما ما كاينش زعما، ولا هاد الاب جا مع 12 تيجي من الشركه تيقول نطلق نطرق ولدي مع مع 12، حيت الشركات غالبا تيخرجوا مع 12، غادي يخرج غادي تلاقى ولدو تيخرج مع الوحده. كيفاش؟ يعني كاين واحد الضغط، كاين واحد الامور اللي ماشي نورمال. مزيان، يعني هاد النقطة انا فكرت هي لهاد الجوج هادو، اما ربما هناك سلبية ربما يكون فيها خير هاد الشيء تيديرو، ولكن ما بان لي خير طبلا هاد الشيء.